في الشهور الأخيرة استطاعت الشركات الرقمية من الاستجابة لاحتياجات عملائها بشكل أسرع، ويعتبر التحول الرقمي أساس التكيف مع ظروف اليوم والازدهار في المستقبل. واستطاعت الشركات اللي بادرت بالتحول الرقمي من رؤية مزاياه وباستخدام التقنيات اللي تدعم السحابة، استطاعت هذه الشركات من الوصول إلى الأدوات المطلوبة بيسر والحصول على السعة اللي تناسب احتياجاتها بسهولة. ومع إمكانية التوسع وسرعة الإنجاز، التوفير في التكاليف أصبح ملحوظ. كل هذا يمكن الموظفين من إتمام أعمالهم بسهولة بفضل هذه الأدوات الفعالة والذكية. لذلك تحتاج الشركات إلى حلول متصلة دائماً. تقدم منصة مايكروسوفت المترابطة أدوات وخدمات تتميز بالأمان والسهولة لدعم العملاء وتمكينهم من التحول الرقمي. برنامج مايكروسوفت تيمز هو أساس التعاون المتصل، ويقدم لك مركز موحد للاجتماعات والمحادثات، بينما يساعد باور بلاتفورم المتكامل موظفيك على بناء التطبيقات وأتمتة العمليات الروتينية وتحليل بيانات الأعمال عبر برنامج تيمز. كما يوفر ويندوز فيرتشوال ديسكتوب اللي يستخدم قوة وحماية مايكروسوفت أزور خدمات افتراضية شاملة لسطح المكتب والتطبيقات، وبكذا يوفر لموظفيك أفضل تجربة عمل فين ما كانوا. وأخيراً، تتوسع حلول الأمن المتكاملة من مايكروسوفت لتشمل حماية الهوية والأمان بين الأشخاص والأجهزة والتطبيقات وحتى أدوات المطورين والبيانات والبنية التحتية، وكذلك تعطيك الأدوات اللازمة لتتحكم في نظام الأمان. معاً نمكن الموظفين من العمل في بيئة متصلة والوصول إلى المعلومات بسرعة، وتوفير إجراءات أفضل لتحسين سير عملهم فين ما كانوا.